السلام عليكم، معكم كاميليا زكريا أخصائية نفسية. اليوم غادي نهضروا على وليداتكم ملي كتحطوهم مثلا حدا التلفازة ولا ملي كتعطيوهم تليفوناتكم، واش هادشي مزيان ولا ما مزيانش. دونك حنا كأخصائيين كنصحوا العديد من الآباء أن ما يكونش التلفازة، ما يكونش داكشي ديال التليفونات، ما يكونوش اللعاب عند وليدات اللي عندهم قل من 3 سنين، وحتى اللي عنده 3 سنين خاص يكون عنده داكشي تدارجيا، يعني ما يكونش اكثر من نص ساعه في النهار. علاش؟ نشرح لكم ان الاطفال كيتعلموا يهضروا باغ ايميتاسيون، كيتعلموا الاشياء ديال الحياه وحتى الهضره بالتمثيل ديال الاباء ديالهم. ملي كتحطوهم حدا ديك التلفازه ولا ملي كتعطيهم داك التليفون، اولا ما كينميش داك الذكاء ديالو كيف ما نتوما كيتصحاب لكم راه يقدر ينميه، وثانيا ملي كيكون حدا التلفازه ما كاينش واحد الاخذ وعطاء، ما كاينش واحد الحوار. الوغ حنا كيف ما كنعرفوا كاخصائيين الوليدات محتاجين الاباء ديالهم ولا الاشخاص اللي تحاوروا معاهم، ملي يدير شي حاجه خايبه يقول له لا ما ديرهاش، ملي يدير شي حاجه ملي يكون كيدير شي حاجه مزيانه يقدر يشجعوا ايفالو فالوريزي. دونك لو فيت انكم كتحطوه قدام التلفازه راه كتلاحظوها كتلقاو داك الوليد بحال كيطفى. حنا كنسميوهم دي 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 زونفون تيليفاج ولا تيليكوموند، سي دي زونفون زابينغ. بوركوا؟ حيت كيولي حاضر غير التلفازه وكيدوز من موضوع الى اخر، وكينسى هو المحيط اللي معاه، المحيط اللي فيه ناس حيين، هو حاضر ليا غير 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 التلفازه. التلفازه ما كتنميش ليه الذكاء ديالو، اللي كينمي ليه الذكاء ديالو هما دوك العلاقات الاوليه معاكم. يعني ان راه ملي كنحط داك الوليد وكنقول لا راه الي كالم حدا التلفازه، راه كاين بزاف ديال الاعراض اللي حنا كنشوفوهم كاخصائيين، شنو واحد الاعراض ديال التوحد عند اطفال اللي عندهم عامين واللي كانوا ايزيتي تري سوفون اكسبوزي للتلفازه. يعني تري سوفون كانوا كيتحطوا حدا التلفازه كيولي كيتعلموا بعض الاشياء وكيعاودوهم، واللي ماشي هما دوك الاشياء اللي نقدروا نشوفوهم عند اطفال اللي نقدروا نقولوا عليهم سليمين. يعني الوليدات قل من 3 سنين محتاجين تنقولوا كنعاودها العلاقات مع الاشخاص، العلاقات مع الاباء ديالهم، العلاقات مع المحيط ديالهم، مي محتاجين العلاقات مع دي زيت خومان، مع اشخاص ماشي مع التلفازه ولا مع التليفون. وشكرا.